تعالوا بقى النهاردة نسترجع مع بعض ذكرى لطيفة خالص. النهاردة بيمر 10 سنين على رحيل شيخ المخرجين الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ اللي قدم مجموعة من روائع الدراما المصرية وشكل ثنائي عبقري مع صديقه أسامة أنور عكاشة وقدموا لنا الإبداعات اللي احنا طول عمرنا بنتفرج عليها، الوسية وليالي الحلمية بأجزاءه الخمسة، الشهد والدموع وامرأة من زمن الحب وغيرهم كتير. تعالوا مع بعض نتابع النهاردة في ذكرى رحيل الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ تقرير عنه. عشرة أعوام تمر اليوم على وفاة شيخ المخرجين صاحب ليالي الحلمية وشريك نجاح أسامة أنور عكاشة في العديد من الأعمال الخالدة. هو مخرج الشعب إسماعيل عبد الحافظ. بدا سعتر عمين معلم هربات كل الرجالة في الحلمية وطول النهار وعلى حسابي لغاية عمال المصنع ما يطلعهم ويجوا شاركونا فرحتنا. ولد إسماعيل عبد الحافظ في 15 مارس بمحافظة كفر الشيخ وتخرج في كلية الأداب قسم لغات شرقية بجامعة عين شمس عام 1963 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف. رفض العمل معيداً بالكلية لحصولها على خطاب تعيين للعمل بالإذاعة والتلفزيون، وعمل سنة 1963 كمساعد مخرج في مراقبة برامج الأطفال، ثم انتقل عام 1965 إلى مراقبة المسلسلات. شكل ثنائياً استثنائياً مع صديقه أسامة أنور عكاشة في تقديم مدرسة درامية جديدة قائمة على مناقشة القضايا المصرية في إطار مجتمعي جاد، فخرجت إلى النور مسلسلات بقيت خالدة في تاريخ الدراما المصرية مثل الوسية، ليالي الحلمية بأجزائه الخمسة، الشهد والدموع، امرأة من زمن الحب، المصروية، وعفاريت السيالة. خليك مسرحها الطبلية يا حافظ بيه، وكل كل وامسح في هدومك، ما هم بيقولوا اللي فات قديم وتاه. دولت وفري على نفسك كل اللي بتقوليه، انا مش في بيت غريب، انا في بيت اخويا وباكل لقمه الموسم مع اولاد اخويا. ثم توقف انتاجه الاخراجي بعد وفاه اسامه انور عكاشه في عام 2010 حزنا عليه. توفي إسماعيل عبد الحافظ عن عمر ناهز 71 عاماً في باريس بعد صراع قصير مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من روائع الدراما المصرية. رحمة الله على الأستاذ. كلنا عارفين إن في عدد كبير من الثنائيات ربما بيشكلوا طفرة في عمله، يعني لو سمعنا التقرير شفنا إسماعيل عبد الحافظ لما عمل الثنائي بتاعه مع أسامة أنور عكاشة قدموا عدد كبير من الأعمال المصرية الفنية الجميلة اللي حتى الآن بنشاهدها، ليالي الحلمية نموذجا. هنلاقي في حالات كتير جدا زي دي بيرتبطوا ببعض فنيا، ولما بيحصل الاختلاف أو الوفاة أو whatever ما بتبقاش في أعمال تانية زيهم. يعني أنت عندك وحيد حامد وشريف عرفة مثلا، عندك لينين الرملي ومحمد صبحي لما اشتغل مخرج في المسرح مثلا. ففي حالات فنية زي كده لما تسمع أن إسماعيل عبد الحافظ توقف عن العمل بعد وفاة أنور عكاشة حزنا عليه ولم يدخل في عمل بعد كده تصدق جدا هذه المقولة.